الفنانة سرية فخري اللي تعتبر أشهر ممثلة قامت بدور الدادة في السينما المصرية. اتولدت سنة 1905 في لبنان لأسرة يهودية. والدها كان تاجر قماش بسيط، ولما قفلت الدنيا معاه قرر يهاجر إلى مصر. سرية فخري اتعلقت بالتمثيل من صغرها، وعشان كده انضمت لفرقة علي الكسار المسرحية، وبعدها شاركت في أفلام سينمائية واشتهرت بدور الدادة الطيبة. اتجوزت 3 مرات في حياتها، وزوجها الثالث رحل وساب لها ثروة ضخمة جدا، بس راحت كلها لوزارة الأوقاف لسبب غير متوقع. يا ترى ايه اللي حصل مع سرية فخري وليه ثروتها بالكامل راحت للأوقاف؟ تعالوا معنا نعرف ايه الحكاية. سرية فخري أشهر دادة في السينما المصرية، اتهمت بالجاسوسية وتبرعت بأموالها لوزارة الأوقاف. سرية فخري أشهر دادة في السينما المصرية التي ظهرت في أكثر من 150 عملا دون أن تحمل اسم للشخصية، ولكن فقط حملت لقب دادة سوى 3 أفلام حملت فيها اسم الدادة حليمة. ولدت سرية فخري في 3 أغسطس 1905 في مدينة زحلة اللبنانية لأسرة يهودية متوسطة الحال. كان والدها بيعمل تاجر قماش، وعندما ضاقت به الظروف المالية قرر السفر إلى مصر بصحبة عائلته، واستقر في مدينة الأسكندرية. وقتها كانت سرية في 25 من عمرها، وعشقت التمثيل منذ صغرها، لذلك التحقت بفرقة التمثيل المسرحية. وبعد انتهاء دراستها الابتدائية انضمت إلى إحدى الفرق اللبنانية. وعندما جاءت سرية فخري إلى مصر قررت احتراف الفن، وانضمت إلى فرقة الفنان علي الكسار، وقدمت معه عددا من العروض. لكن انطلاقتها الفنية الحقيقية كانت في عام 1939 عندما شاركت في فيلم العزيمة مع حسين صدقي وفاطمة رشدي. أثارت سرية فخري ألغاز حول زيجتها، والتي وصلت إلى 3 زيجات، الأولى من رجل يدعى محمد توفيق الذي كان يعمل محاسبا لكثير من الفنانين، ولكن الزيجة انتهت بالطلاق السريع. ثم تزوجت نبيل دسوقي، ودام الزواج لمدة 10 سنوات، وبعدها توفى الزوج أثر مرضه. أما الزواج الأخير كان من فؤاد فهيم، واستمر زواجهم 7 سنوات إلى أن توفى وترك لها ثروة كبيرة وضخمة للغاية، وقتها كانت عبارة عن عمارتين و12,000 جنيه، وعندما توفيت ذهبت تلك الثروة إلى وزارة الأوقاف لعدم وجود وريث لها. وكل الأصدقاء الذين أعرفوا سرية فخري عن قرب أكدوا بأنها كانت مقطوعة من شجرة. اختلف البعض حول تاريخ وفاة سرية فخري، حيث رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 60 عام في يوم 17 سبتمبر 1965، وتقول روايات أخرى أنها توفيت في 23 فبراير 1966، ولا يوجد دليل واحد يحسم صحة أي من التاريخين. كانت سيرتها وسط الفنانين جيدة للغاية، وأكد بعضهم أنها كانت تعيش حياة هادئة ولم تلاحقها أي اتهامات طيلة حياتها، فكانت مثالا للفنانة الملتزمة في عملها، ولم تحم حولها أي شبهات حول انضمامها لأي من جماعات العنف، كما أنها توفت وفاة طبيعية داخل منزلها، في حين أكد البعض بخلها الشديد وهو العيب الذي كانت تشتهر به داخل الوسط الفني. رحمة الله على أشهر دادة في السينما المصرية الفنانة الراحلة سرية فخري. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات قصة الثقافة ومعلومة. تابعونا